عبد الرحيم مريد مدير مركز الامتحان ثانوية الشهداء الإعدادية مديرية ميدلت. بالنسبة لليوم الأول 8/6/2019 مر في ظروف عادية، وكذلك اليوم 10/6/2019 كذلك مر في ظروف عادية، إلا أن هناك حالات الغش وعددها 5 في اليوم الأول من الامتحانات البكالوريا، رغم الحملة التحسيسية التي قامت بها المؤسسة والتي قامت بها كذلك المديرية والأكاديمية، إلا أن تم تطبيق المسطرة في حق الحالات التي رصدت. وبالمناسبة أشكر كل من ساهم في مرور هذا الامتحان في ظروف جيدة، خصوصا الأمن الذي كان مصاحبا لنا قبل الإجراء وأثناء الإجراء، والأطر الإدارية والأطر التربوية المساهمة في هذا الإجراء. علي سعيد، ملاحظ لجودة الإجراء بالمركز ثانوية الشهداء الإعدادية. الملاحظ أن اليوم الأول من الاختبارات التي همت المترشحين الأحرار مرت في ظروف عادية جدا، وكذلك كما تلاحظون اليوم الثاني نلاحظ أن كذلك ظروف عادية جدا. فيما يخص حالات الغش، تم رصد 5 حالات غش في اليوم الأول، حالة واحدة بالنسبة للحصة الأولى، و4 حالات بالنسبة للحصة الثانية. الملاحظ كذلك هو أن حملات التوعية والتحسيس سواء التي باشرتها جمعيات أباء وأولياء وأمهات التلميذات والتلاميذ على المستوى المديرية الإقليمية لميدلت، كذلك المديرية الإقليمية والأكاديمية ووسائل الإعلام، الملاحظ أن هذه الحملات التحسيسية أتت أكلها، بحيث أن 5 حالات غش وهي حالات منعزلة ومتفرقة. مقارنة بالسنوات الماضية فهناك تضاؤل في حالات الغش. ملاحظ كذلك هو أن لجان زجر الغش قامت بمجهودات مشكورة، مجهودات جبارة، وفي هذا الصدد كنوجه التحية لجميع الأطر التربوية والإدارية ولقوات الأمن التي ساهمت في إنجاح هذا الاستحقاق، وشكراً.